السلام عليكم. اليوم عندنا تطبيق نظام إدارة الحضور والغياب باستخدام البي اتش بي وأكيد قاعدة البيانات بي اتش بي. ما عندنا أهم شغلتين راح نحتاجهم هو محرر أكواد والسيرفر المحلي. محرر أكواد أفضل محرر أكواد هو في جوجل ستوديو كود، هو بحث جوجل فيجوال ستوديو كود داونلود أول تجلس بحث، وأفضل محرك واحد هو تقريبا بكل اللغات. نعم تحمله ويندوز أو ماك إلى آخره حسب ما تكون نوع اللابتوب، تحمل نسخة ما تكون. ثاني شغلة السيرفر، اكزام تكتبون نتيجة البحث اكزام داونلود على اول نتيجة البحث، وتحملون النسخة اللي على جهازكم. اهم شغلتين راح نحتاجهم بالدورة. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.